بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على نور الدين والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 10 كان و10 هي طبنات وكل صعب صنع كتاب كليل هذا تسهيل قراءة القرآن وكتابته. أنا أمري 10 قدم بيي اي او او لا سخود راي خستاني انا وصا اخرنا هي الحل او الف مديه عن خلي ماي 10 ي مدينة عن خارج مي 10 واو مدينة عن 10 فرق نجار فصو ألف ألف لو رد لو أخرت لو رد إيه ألف زيار لو رد أو ألف لو رد واو لو رد ألف كذا بيه فصو صار لما يني أو هنجري إن 10 كطبنات إن شاء الله تعالى أصو خص أحسن وحلو يقانو أو ألف إي أي ألف ولا سودري أو ألف إي أي ألف ولا سودري مركا مثلاً أو أعرف إيه 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 قصدي من بعد أكيد دونتها إن شاء الله وحصة بحية فرق يوم الحين سيد رادد بعدين شرح دونا سكون كوتشر أو أعرف يسكون كوتشر أي أعرف يسكون كورا أن صامر فرق يوم الحين لكن أنت خلصان إن شاء الله عن قطع قاله يسوق بصدق كان حاجة سكان في حياة وحير ماشي هي أفضل مثال لها هذا هذا أرسلنا كما أقول قرآن دي السكون وثياء فاب كان أما سكون كان أما السجنة دوا سجنة ويغاني ويا لغو داري فرنانسي أسي أي وقلوا واقع سيد أي أي باي تي والغو واقع فأخذتو أرقتان دانت وينيو كان عارف ما هو همزة مضى نوصوش يكون علنا هو همزة dalar kan alif wax la socdaan oo hamd dush ka saaran tahay xaraka wata ee waa hamza marka alif shaqal ma qabto alif wax ma leh macalin fiiri macalin khatar u ah laa wuxuu qaras say ma tudha alif kor dhig waxa uu ibrta jooga yahay alif wax ma leh alif shaqal ma qabto alif wala la xaraka kale xaraka ma aqbalo sukun bisu qarta sad radid wala hinna kan waxa a somaan yaa waxa uu noqonay a ama qoran socon doona kan waxa aan jiray ba kalis waawdarna ya waxna wadayn waxa dhiga tan yaan soo marnay oo ku jirtay e b t dib amal ahayn sukuun ma lahayn tan maxaa sukuunka loo saaray ha waxa la dhahaa sukuunka laba loo qaybsha hor uu soo sheegay arinta soo leey macallimiinta aad u anfacay dadka wax baranaya caamada wax ka anfacayso ala sukuun hayy iyo sukuun mayit sukuun mayit waxa loo yaqaanaa sukuunka soo gala xuruuf al-madiyya oo alif fadhaxa ka horeyso iyo ya kasra ka horeyso iyo waaw damma ka horeyso sidaas fadhaxaas xaraf sukuun baa ka daba dhaca sukuunkaas ka daba dhacay waxa loo yaqaana sukuunul mayit sukuun dhintay baa loo yaqaanaa mayit min dhintay wey sidaa daraadeed maba kitaab musaxafuna ma qoro marka la qorayo caadina qur-aanka laguma qoro carabi caadina waxa badan ma la qoro intaan ka fahmsanay carabi badan carabi shaqala ma qoro carabtu sidaa dadka akhriya لكن إن سكون لدي والي قانا والوجي لكن سكون لكن دي واو فرح كوريس أما يأرى فرح كوريس أما أليس كا أليس بيعمل مش سوق أليس مر بعد سكون بسوق قطع لكن سكون كيسا سان شيء ولا ما هو ما كي يأرى دي فرح كوريس أما واو فرح كوريس لا بد سكون كذا ولا فرح وتواسوا كاملة مصحف 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 صافي رجال مرات كقار كود إذن القرآن هو معقول ومصحف وقتها قار قرآن ويجري قار قرآن ويجري كاس إن الملاحظة هي مهمة لكن سكون كاس سكون حي بالله يقنا سكون حي بالله يقنا هذا سكون ميت بعضها مركا سياسة أم قرآن أو دي يا ده فتح كوه كسر كوه رهين لهي شو هذا لما قرآن أي بي تي تي جي هذا وخرج سمر كانوا السين والغدر أسماء جاء سيب والغنية كانوا الضع والغدر والذي أنا عي الحين فقس على قول تكون علامة ها هذا خصوصاً إذا ما في إلى أي كسب لو يب إلى آخر جال زيي أنا لو جاب أكون قرن وزيي هذا قرن الله ودي بعوض عليه هذا قرن بعمله يا هذا روح أنا وسم يروح يتوهي يري صوب وكان كتا هذا وكان كتا نوك وكان كتا سعد وعي الله هاي لكن مد وين وخذ مسيا قدر ما لو يقنا وحوي مية لان لا اختار في سنة بعملها لكن سوون كذا واقرني هي كذا ودوانا تو
همزها مر بصوص شرعي سيا لو أخرنا يا على أخر يا أي سيا كأوهر يا أي وهو أخرنا أي يا وعلى بس وعلى بس همزو أو كلا بيجمال جوا ولا سكون واقع آه يا دلوقتي أخر واحد صوص شرعي دلوقتي حرفها من حرف وين هذا ده حديد والله بعثني سجال حرف أو سدد لا تطلع واقع لي بس حنطة حرفها عربي ومغا لما جواب باجي تقول انه هو حرفها عربي ولا لاتين سديد ولا لاتين سجال لاتين سجال بقى صحه والله قال بعد احنا دي شو جاي همزه الف في لاتين سديد نقدان لكن همزه الف اخر مدح بنان يهين اي ممكن لو هو واقع يي همزه الف بدن على سو واقع كان سيادر بي واحد احنا ولا لاتين سجال حرف او لاتين سديد دواق لك دي كان وصل يعمل حرفها صدر يعني ميا قف قري الف بدن له الف قري صدر حرف بقري وغلطي هنا قاعده العربيه ما لك ما صوت شو ما كذا دبو عارف خب لا واحد لا عارف قوي وقت لا عارف لو جبت عرسي اه فتح عمر سلام الله عليه مركا وحلو يقانا وان لوح خبرين لي اي عارف يا ابن الرب يا لو ره بي با لك الرب يا لو ره صار واحد يصير هذا نو بيح لو ره بي لا ره ما دهين انا اي بي تي قاعده كره هذه جت عصب عربها كسو مخبي دد دوله الصوماليه اي تطبيقيات الف فتحه ألف فتحة أ ي سكون أي بقولي ما ألف فتحة ما بقى طبعا بقول ده سيادة رد يروح عن هاس طاي موسى استوعب عيا مهر راعي ما هني ما جرنا يو فعفوا سنة بس أي باي تي خلاص خلاص قرآن مو بعضنا نقول إن شاء الله تعالى خلاص ما كانوا يقول أي ألف ما بقولي أو ألف آه ما كان له واسو هلع واسو هلع عشر فعسوي هنا عشر كطبناب سيادة رد وها صار من فتح كسرة ضمة فتحتين كسرتين ضمتين وحن واحد دونا آخر دونا وصار من السوق تو على مد مسدير كا وعرف عم تقول شيء يصير وحن واحد من عند دونا كلي واحد من عند سر وصل يدي من ما دونا وح الله وح شعر غران سوق لو صار شغل كان عوض بيا مرك مرك أو ألف من خويا لا اللي ما خارده أو خدوا حسنا أو كذي كهري أحنا وينور تكمل واقع ها كم حلو يغنى أ بدل ما نخار له خصيه على السوق لما كانوا ها مكان هذا فين أويان فكوا كل واحد هذا مكان كل هو أو دم باو تاو أو باو تاو ثاو جو هذا خصوصا عندنا إن شاء الله إلى خصوصا قال يجي يو لو كان كل عدوا همزة داس أنا سأجي أو هاو من عضون واحد كم قال مثلا صار أركان ألف فين تلقي جريني وأخصا مرني مركو حروف مديها كل شيء أخص عرني يعني روح عنو صبر أنا كاسول سعيد شري أو أبغى أقول لو رأي شري ما كان كان زمان رأي كودري شري مصعب واقع قرآن لكن أنت وخويا اللي بدنا حرف كان ألف أنا ملقي أنا ألف تفرقة ده رأي شيء معلمهم أفعل ثير ما أفعل ما كان مو هو اللي بقى كاسار كاسين ألف الرأسي كان كريم وهو ما دعو سكون وطو عرف خاصنا واسو زيرا وطو وخدم بيو وهو غير بناء وهو ربنا يكسن كان كتك مي بكا او باو تاو تاو معلمين باي سوو دي مريه كلا او ابن مره واو لو رب وانيه كتا لكن واحد كو حيرتا علمها وين الصومالي يغنان اوكا او اخبار يسال ان لغادة كرمي انو ما خو تاريو لكن واحد ها عرق الكادة نو وضادر رمها اللومبرو الكادة نعرف تقصومر الكادة المها أما قفك أو حقوم وبركة لكن وحي لم يتحاي دريقة لما رو معلنو له أو نكتل نكتل واتنا معلنو له نكتل واتنا على كسوره ما خد دريقة كمير ما هني لو هذا معلم بس كاد ويد يعني لكن إنه واحد بقعة بلويا إن معلم أسبوعيو من السنة بقعة سيد رادد ده أو باو تكتب هذا في القرآن كتقول سيد وآخرنا وأنا فاهم ترى لكن ما كان أفصل عليه وشو تد عرب إنه قد تد هي كانت سبيح جلس تد أنتم كلهن ذاق يا أخو العفا يا وسط هذا ما الله براقة عيد بغدادية هذا قاعدة نورانية ودم فتح أو دي فتح إيه لبرا هيو واحد ترى هذا إيه آخر قال قا فتح قا عليه سكون آ ما زقا أنت سوي كبير يا وسط ما خلنا بعض ما شيء قال يا غيره قال كآخر ما يعني nema halu goynin bar arif waxa lagu dheereeyay waw kan ka horeeyay wuxuu ahaa buu buu baa lagu goow lagu jiiday macalle macalle xuseen baa jira oo soomaaliye joogo ana sheekh waa meesha hadii arif lagu reebo arif lagu jiiday ah wana casir karo ku sheegay ma arif lagu jiiday ku socon karta
dareenka tan ma u mari kartaa asalna waxa inaan sukuun saxa dhigti si kan meesha ugu qoran yahay inaad bartid hamzaha inuu shaqal ku raaco annagu markaan qur-aanka loo ku baraynay dhahdan aan la dhigo waxay ahayd inaan hamzaha la qori jirinba alif wa caadiya shaqal la saari jiray alif wa caadiya shaqal la saari jiray kitaabku alif shaqal ma saaro saaro ugu cooshana marba waxaan dhahaa sida kitaabku u qoran yahay u qor si ilmuhu beri kitaabku u akhriyaan si kitaabku u qoran yahay u qor si aada beri dembi u gelin maxaa yeelay jumhuuru culamaada waxay qabaan inaan qur-aanka waxa laga bedeli karin wali macallimiinta qur-aanka loox ku qora ama buugta ku qoraayo waa inay sida qur-aanka u qoraan ugu qoran yahay haddii kaleeto ardiga kitaabka maanta barlooxa ku bartay beri mul kitaabka kala furog leeyahay anay u dhacday anigu waa kitaabka ugu horreysay waa fahmi waaya kitaabka aan looxa qur-aanka ku bartay kabacna waa fahmi waaya marka kitaabka la ii dhibay meel dhinacan ku hadlay laakiin ilaahay ha xifdi waa dhihi jiray macalin cabdinuur oo suuqa siigaale suuqa majiska ku ahaan jiray dee la ku marayay dugsi macalin cabdinuur baa looxa baa kitaabka iga maray marka kitaabka sidaasaan si akhrin jiray anoo loox leedii weli iska ah kadib baa marka fahmay farqi yar udhexeeyay marka farqigaas ilmaha la faafiya insha allah marka waana sida ugu sahlan oo aad kusoo saari kartid ilmo kitaabkana akhrinaya wax saxana qoraya intaan ku kulmana casharka kuxi ku kulmana insha allahu waxaan leeyahay wabillahi tawfiiq wasalaamu llah calayka waraxmatullaahi wabarakaatu